مين منا ما عنده تليفون أو لابتوب أو آيباد؟ ومين منا منه منزل ألعاب تيتسلى؟ بالفترة يلي عم تتحضر فيها للامتحانات بتعد عن كل شي بيسبب إرهاق للدماغ، ومن الأفضل إنه ما يكون في عندك بالغرفة أي وسيلة إلهاء، لأن بكل بساطة تشغل البال، ورح تصير كل شوي بدك تشوف الواتساب وتفوت على الإنترنت أو تلعب شي لعبة، وهيدا ما رح يخليك تركز ورح يأثر سلباً على درسك. صب اهتمامك على درسك وما ترد على حدا خلال النهار. تواصل مع رفقاتك المسا أو تسلى بشي لعبة بعد ما تخلص درسك ولوقت كتير قصير، طالما أنك ماشي على برنامج يعني ما في شي لازم يلهيك، لأن أي خلل بالبرنامج يعني تأخير بالدرس. بشوفكن بنصيحة جديدة.